اهلا بحضراتكم، ودايما في رمضان بتجمعنا دوائر الحب والخير، وفي شهر العطاء وفي شهر الكرم يا رب يكون الكرم سجية في حياتنا دايما. وخلوني في هذه الحلقة من أما بعد ورحب بفضل الشيخ أحمد دسوقي من أبناء الأزهر الشريف. شيخ أحمد أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني قبل أن أسأل سؤالي فلنستفتح بالصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم. الله الله الله، نقول جميعا في البداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد في هذا اللقاء، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير. أمين يا رب العالمين. وتغلق لنا بها أبواب الشر والتعسير. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصر. شيخ أحمد، دائما نسمع هذه الكلمة المهمة جدا في حياتنا، إن خير الهدي هدي سيدنا صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة، سيدنا العبد الكامل. نعم، العبد الأول، الإنسان الكامل، كامل الأوصاف، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أو كيف كان هدي سيدنا في رمضان؟ عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عاوز كلام عملي ولا نظري؟ عايزين الكلام الحلو، الكلام الكلام اللي بيخلينا نقرب، تمام، يتحول لبرامج عمل على طول. تمام. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عطلنا روشتة نبوية، أو إن شئت فكل شنطة رمضان لكل واحد، ما أننا في شهر رمضان عطل كل واحد شنطة رمضان، للغني والفقير شنطة هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف نقسم يومنا في رمضان؟ وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. حديثين في البخاري ومسلم رواهم لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في ثالث لا، من قام ليلة القدر حاجة تانية. ده خاص كله ده في رمضان. لا، أنا بتكلم أصلاً على نقطة بقى معينة. إيه بقى؟ أريد أن ألفت إليها الأنظار، ألا وهي النبي قسم لك يومك الـ 24 ساعة لنصفين، النصف الأول من صام والنصف الثاني من قام. من صام دي بتبدأ من إمتى؟ من إمتى؟ من وقت السحور. من إمتى؟ من وقت الفجر الصادق، قبل أذان الفجر وقت السحور إلى أذان المغرب، دي من صام. من قام تبدأ من أذان المغرب لغاية إيه؟ الفجر. يبقى النبي قسم لك اليوم بتاعك إيه؟ نصين. يلا، النصف الأول وقت السحور. قال لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي رواية أخرى أو حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صلاة ربنا عليك وقت ما أنت تقوم بس تاكل لقمة جبنة كده لو صغيرة، أو زبدية بس هيبقى فيها بركة، أو شربت مية. اللقمة ده هتعينك على صيام 14 ساعة. في حين يا أستاذ حسن، لو أنت حضرتك قمت قبل في غير رمضان وقمت في نفس الوقت ده كلت خروف، مش زبدياية، مش حتة جبنة، مش شربة ماء، كلت خروف، هتيجي الساعة 11 الصبح هتجوع، صح ولا لا؟ سبحانك يا رب. يعني أنا لو كلت في الوقت ده زبدياية أو حتة جبنة اللي أنا بقوم أصحرها، بتقدر تصوم 14 ساعة أو أكتر. أيوة، ليه؟ ببركة دعاء سيدنا النبي لما قال لنا كده: تسحروا فإن في السحور بركة. ببركة قول النبي: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يعني ربنا بيثني على اللي بيقوم يأكل لقمة. ده أنت لسه ما عملتش حاجة، ده أنت لسه صاحب النوم، لا قمت توضيت ولا صليت ولا عملت أي حاجة خالص، ربنا بيثني عليك والملائكة بتدعي لك. ما هو صلاة الله عليك وقت السحور ايه؟ ثناء، وصلاة الملائكة دعاء. كل ده وانا لسه ما فتحتش الكتاب، كل ده وانت لسه ما فتحتش الصفحة، كل ده وانت لسه ما قمتش حتى توضيت. ايوه، هون ده البداية. شوف بقى الجو هيكون شكله عامل ازاي بقى لما تقوم تتوضى كده وتروح تصلي الفجر في جماعة. ايوه، قوم صلي الفجر في جماعه. جارك اللي قام خرج وصلى الفجر احسن منك في ايه؟ اللي عنده 70 سنه وقام راح صلى الفجر في جماعه في رمضان احسن مني في ايه؟ ربنا اعطاله ايه نعمه ما اعطاش ليا؟ عنده رجلين يقام وراح وتحرك. انا بفضل الله
اقدر اقوم اروح واتحرك، ليه ما اروحش زيه؟ خلي بالك، وان انا ما قمتش الوقت ورحت صليت الفجر في جماعه في رمضان هروح امتى؟ الجو الايماني مهيئ انك اصلا قايم تتسحر، فقوم بقى بالمره قوم صلي فرصه. مش انا قلت قبل كده مع حضرتك ان رمضان مصنع الرجال؟ خلي بالك انك لما تقوم تصلي الفجر كده في جماعه، النبي قال لنا من صلى الصبح اي الفجر في جماعه فهو في ذمه الله. على الصبح كده انت في كنف ربنا، انت في ضمان ربنا، كل ده وانت لسه ما خرجتش بره البيت، انت في امان ربنا، في امان ملك الملوك سبحانه وتعالى. شوف لما حد كده يكون مكانه اجتماعيه، واحد يجي ناحيه قريبه ويقول لك سيبه، انت في اماني، انت في ضماني، انت في كنفي، فتشعر بايه؟ في الحمايه، في الحمايه، تشعر بهذه الحمايه وبهذه يعني هذا القرب يعني. نعم، تشعر بالامان. فانت في امان ملك الملوك سبحانه وتعالى. كل ده وانت لسه ما خرجتش بره البيت. وخلي بالك بقى كده، يا سلام وانت خارج من المسجد تقول ايه اذكار الصباح والمساء، تبقى في طمانينه، الا بذكر الله تطمئن القلوب، تبقى في معيه ربنا. ومش القصه انك تذكر ربنا، ان ربنا عز وجل هو اللي هيذكرك. ايه الدليل؟ قال فاذكروني اذكركم. فالقضيه ليست انك تذكر ربنا، اما القضيه في ايه؟ ان ربنا هو اللي يذكرك سبحانه وتعالى في الملأ الاعلى عنده. وتخيل بقى لو ربنا عز وجل، تخيل لو ربنا ذكرك عنده لسه الصبح، ذكرك عنده في الملأ الاعلى، ايه اللي هيكون؟ انت في المعيه، انت في الامان، انت في طمأنينة، انت استفتحت بكل ما هو خير، استفتحت بكل خير، انتهت القضيه. تخيل بقى وتدخل البيت كده، لو هتنام لك ساعه عشان خاطر تروح شغلك، او هتقعد مع الساعه لو ما نمتهاش تمسك الورد القران بتاعك، ويا سلام بقى وانت بتقرا الورد بتاعك، لو صليت في التراويح المسجد اللي جنبك بيصلي بثلاث ارباع، جيت انت كملت بعده. المهم انك ما تضيعش الورد القراني. من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها، لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. ده في غير رمضان، فما بالك في رمضان وانت رايح بقى شغلك. خلي بالك، اعمل ثلاث حاجات وخلي بالك من ثلاث حاجات. ايه هما؟ ايه اللي نعملهم وايه اللي نخلي بالنا منهم؟ الثلاث حاجات اللي انت هتعملهم، اول حاجه الحمد، احمد ربنا واستغفر ربنا وصل على سيدنا النبي. اشمعنى؟ انت لما بتخرج تروح شغلك رايح تجيب ايه؟ رزقك، صح ولا لا؟ وانت لما تحمد ربنا على النعم اللي ربنا عز وجل اداها لك، قال لئن شكرتم لازيدنكم، هتلاقي في بركه في الرزق بتاعك. الاستغفار، اشمعنى الاستغفار اللي جبته وانت رايح شغلك؟ قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. باموال، يعني انت رايح شغلك عشان خاطر تجيب اموال، فانت بتستعين. يبقى في مدد مستمر بقى. أيوة. مدد على طول، وفعل مضارع للتجدد وللاستمرار. باموال وبنين ويجعل لكم جنات. فتلاقي شغلك كده وانت بتشتغل فيه مزاجك رايق، ورايح بتبتسم وسط زمايلك، وعايش في اريحيه وانت رايح الشغل في رمضان. خلي بالك، وتقضى على يديك المصالح. الله. وتقضى على يديك مصالح الناس. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. ما لكم لا ترجون لله وقارا. أيوة. ما لكم كل ده وانت رايح وصلى على سيدنا النبي بقى الورد بتاعك شغال. انت بتروح 10 دقائق في الطريق او ساعه وانت رايح شغلك، بدل ما تقعد تضيعهم في الفيسبوك وقعد صبعك قاعد شغال ولا استفدت اي حاجه وفي غيبه ونميمه وما استفدتش اي شيء. ال10 دقائق او الساعه اللي انت رايح فيهم الشغل دول، شوف خدت فيهم فضل قد ايه. شوف ال10 دقائق دول ظبطوا البوصله بتاعتك طول اليوم عامله ازاي، قاعد في شغلك مزاجك رايق. وخلي بالك من ثلاثه، العين، اللسان، اكل الحرام. العين فلا تنظر إلى ما حرم الله، اللسان لا يتكلم إلا بخير. ليه؟ لأن سيدنا النبي قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ممكن إنسان ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه قاعد يجيب في سيرة فلان ويختف فلان ويشهد شهادة زور ويكذب ويقذف المحصنات بلسانه. فوانت رايح شغلك خلي بالك من لسانك. إيه المنع إنك تخلي لسانك يذكر الله عز وجل ويكون رطب بذكر الله؟ فأنت تخلي بالك من عينك، من لسانك، من أكل الحرام. مش لازم الدرج يتفتح عشان خاطر تمشي، مش سيبك من كلمة ادهن السير علشان يسير، ابدا دي اسمها رشوة، والله عمرها ما كانت اسمها في يوم من الايام هدية. يقول لك هل جلست في بيت امك او في بيت ابيك فينظر ايهدى اليك ام لا؟ ابدا، اقضي مصالح العباد من اجل الله سبحانه وتعالى. ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرقيب عليك، فتاكل من حلال في رمضان، فتلاقي رمضان كده جميل عليك. تروح بيتك على العصر
دنيتك تمام، تنام لك ساعه او ساعتين عشان خاطر اللي فيه ليل هيبدا جديد، في عندك جواز هتاخدها، في غنيمه كبيره جدا هتاخدها اول ما تقعد على الطبليه على السفره وسط مراتك واولادك، ترفعوا ايديكم كلكم كده. وخلي بالكم للصائم عند فطره دعوه لا ترد. ده سيدنا النبي اللي قال كده، الذي لا ينطق عن الهوى. وبعد ايات الصيام ربنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب. فربنا بيقول لكل واحد فينا لو انت صمت صح ليك دعوه مستجابه، فابشر بحل 30 مشكله في حياتك، ابشر بتحقيق 30 حلم في حياتك، ابشر بدعوه مستجابه في حياتك. وخلي بالك ما دام عملت كل ده لازم تفطر صائم من النهارده، كل واحد يخرج يفطر صائم والله ولو بتمرايه، روح صلي في الجامع اللي جنب بيتك وازازه ميه ب4 جنيه وحطها مع المائده اللي موجوده في المسجد، ازازه ميه، خد اجر تفطير صائم ولو بزجاجه مياه ولو بتمرايه. كده طبقنا الحديث من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمساهمات في الخير في رمضان كتير ومتنوعه، وانتوا بتتابعوا برامجنا هتشوفوا قد ايه المؤسسة والعمل المؤسسي بيسهل هذه الأمور بشكل كبير. خلينا نروح نشوف التقرير الأول معانا في أما بعد النهاردة، ونرجع لحضراتكم ودايما في مؤسسة نبض الحياة مع بعض دايما في الخير. من أهم خصال الخير في الإسلام سقي الماء، لأن الماء به قوام الحياة، ولأن سقي الماء فيه بيان للعطاء العظيم والذي يلقى به صاحبه ثوابا كبيرا عند الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث القدسي أن رب العزة قال عبدي استسقيتك فلم تسقي، قال يا ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه؟ أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ سقي الماء يصورها الحديث القدسي بأنها سقي الله بلاغة وصلت صيغتها النهائية، وتعطي أهمية قصوى لسقي الماء. سقيت إنسانا بيدك، أجريت نهرا، حفرت بئرا، عاونت مع غيرك في تيسير وتسهيل بلوغ الماء. اللهم يسر لنا سقي الماء واجعلنا من الموفقين يا رب العالمين. مؤسسة نبض الحياة هدفها الأساسي خدمة المجتمع، نسأل الله له التوفيق. أهلا بحضراتكم. التقرير يعني بينم عن خير كتير. نعم. وبينم عن أن في أعمال تطويرها بيعود بالنفع على الناس. يعني هذه المحطة ومساهمات الناس، ويمكن وإحنا في شهر رمضان دلوقتي بتبقى يعني العطاء بزيادة، وعطاء يشمل يعني احتياجات كتيرة أو يسد احتياجات كتيرة. جميل. إحنا كنا انتهينا وقلنا لازم كل واحد فينا يفطر صايم. أيوة لازم، ما ينفعش إن رمضان يعدي عليك وما تاخدش أجور ناس بطريقة فيها نوع من السهولة واليسر. عارف لما أقول لك إيه، جرة قلم تعملها هتاخد 10 مليون، 10 مليون ده انا مرتبي من النهارده لغايه ما اطلع على المعاش عمره ما يجيب ما يعديش النص مليون. تقول لي 10 مليون؟ ايوه، ما هو كده في حاجات اسمها صفقات العمر. ايه هي صفقات العمر؟ انك تفطر واحد، والنبي ما قالش ايه على وليمه، قال كده من فطر ايه؟ صائما. ويجي سيدنا النبي في حديث اخر يقول لك اتقوا النار ولو بشق ايه؟ تمره. نص تمرايه، نص تمره عامله كام؟ ما تعملش ربع نص جنيه، ما تعملش يعني شوف ليس لا انا قصدي ايه؟ اي شيء، المهم انك تتحرك. فانت لما ربنا يقول لك تحرك ولك من الاجر الكثير، وانت ما تتحركش يبقى اقام الحج عليك. صح. فمن فطر صائما مطلقة كان له مثل اجره من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. فتخيل انك لما بتشارك في حاجة ولادة الناس بتفطر منها على مدار الايام، تخيل انت نايم في بيتك وكل يوم ميزان
كمية حسنات حنفية مفتوحة على أخيرة كده بتنزل كل يوم في الميزان بتاعك حسنات غير متناهية. إزاي الكلام ده؟ ما تقدرش تعدها أبدا أبدا. تخيل يعني عصية على الحصر وعصية على العد. الله، أنا عاوز أقولك إحنا محتاجين في الأيام اللي إحنا فيها دي، زي ما إحنا محتاجين أو زي ما إحنا بنبحث في الصفقات بتاعة الدنيا واجري أجيب حاجة صغيرة أكسب فيها كتير. قال لا، ليه ما نتعاملش كده مع الآخرة؟ ليه ما نتعاملش كده مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ليلة زي ليلة القدر تعدل 84 سنة وأكتر، ده مش خير، ما قالش تعدل، لا تقال خير من ألف شهر. فالليلة زي دي ليه ضيعها؟ مش تساوي يعني، مش تساوي، ده خير وتتعدي أكتر. أيوة. وخلي بالك، وكلمة ألف ليه هنا ربنا ذكرها؟ لأن أكبر عدد يصل إلى عقول العرب كان الألف، ما يعرفوش حاجة اسمها مليون. فلو كانوا يعرفوا مليون كان ربنا ذكر كلمة مليون. ما هو مفتوحة يعني، مفتوحة. فأنا قصدي إن أكبر أكثر وخير من ألف شهر. الشاهد من الكلام في حاجات كده ما ينفعش تضيعها، زي مثلا محطة من محطات لتنقيط وتحلية المياه اللي مؤسسة نبض الحياة بتعملها في أماكن الناس في أمس الحاجة إليها. تخيل لما بتعمل المحطة دي بتخدم مثلا على 15 أو أكثر من 15 ألف نسمة. ال 15 ألف نسمة دول بيشربوا مية نظيفة صحية آمنة. وتخيل الماء ده هيشربها إمتى؟ أكيد في رمضان على الفطار. فتخيل كل واحد بيشرب كوباية مية على الفطار في من ال 15 ألف، ده أكتر من 15 ألف نسمة في اليوم الواحد على مدار 30 يوم. أنا عاوزك بقى امسك كده الآلة الحاسبة واقعد احسب، اضرب، مش هنقول فوق ال 15 لأن في أحيانا بتعدي ال 17، قول 15 ألف في 30، شوف جابوا كم مليون في كم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ أنا قاعد أحسب بعقل كده، إيه اللي يخليني ما أشاركش في حاجة زي كده؟ يعني حتى يعني باطمئنانك القلبي بمثوبة ربك لك سيكون هذا دافع وتتملكك الحماسة عشان تشارك وبسرعة. ودائما هذه الأعمال هي التي تربط القلوب ببعضها. خلينا نروح لفصل قصير، وخليكم دايما معانا في مؤسسة نبض الحياة مع بعض في دوائر الخير والحب والعطاء. أهلا بحضراتكم، ومن تقرير لتقرير تاني بنشوف قد ايه مؤسسة نبض الحياة بتتواجد في المكان اللي بيحتاج انها تنفذ فيه هذه المبادرة او هذا المشروع او هذا العمل الخيري. دايما من خلال المشاركة الفاعلة لحضراتكم بيبقى الرهان على كده عشان يتم انجاز العمل في اسرع وقت ممكن. خلونا نشوف التقرير عن هذه المحطة ونرجع لحضراتكم مباشرة. النهاردة شفنا مين؟ شفنا الآباء الكبار في السن، الشيوخ، العجائز، هم اللي جايين يستقبلونا، هم اللي جايين ياخدونا بالحضن، هم اللي جايين فرحانين عشان هم أكتر ناس انضرت من العمل ده. العمل ده انت قدمت عمل عظيم النهاردة. احنا بنفتتح محطة تنقية وتحلية مياه الشرب هنا في قرية مشلة، مركز كفر الزيات، محافظة الغربية. انا بقول لكل واحد كان له نصيب في العمل ده، انت عملت عمل وتركت اثر طيب في الدنيا. اثرك ده هو اللي هيبقى ليك وهو اللي هيصحبك عند ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامة. ودايما كده الحمد لله رب العالمين بننتقل من فرحة لفرحة ومن سعادة لسعادة، ومع سعادة بادية على الوش وطلعة من القلب الجميل على وجه الحاجة هدى اخت عم الحاج سمير. الحاجة هدى فرحانة قوي كده ليه؟ امال ايه، اللي يسعد الناس كلها يسعدني، وربنا يخليكوا تسعدوا الناس كلهم ويخليكوا الا للمي، عشان خاطر انتوا بتنفعوا الناس، ربنا ينفعكوا بالخير كله. يا رب ينفعكوا بالخير كله ان شاء الله باذن الله، وجازيكوا خير يا رب، يا رب يجازيكوا خير عمل الخير. محافظه محطه نبض الحياه، محطه المي، بتاعت نبض الحياه. امال يا حاجه هدى، اما المحطه هنا كانت مقفوله الناس كانت بتجيب ميه منين؟
هيعملوا ايه؟ بيجيبوا اللي على يجيب فلتر يعمل فلتر، واللي بيجيب من محطه اللي عند الطرب بعيد، واللي غصب عنه ما عندوش مقدره ولا عنده حد يجيب له، بيشرب من الحنفيه غصب عنه. طب في ناس هنا جالها امراض من المايه اللي كانت موجوده قبل المحطه دي ما تتعمل؟ في ناس جات لها امراض من الميه. في اللي هي بيشربوا من الحنفيه كلك تعبوا. الحمد لله والشكر لله، ربنا جابكم في الوقت المناسب. الله، ربنا جابكم في الوقت المناسب، ربنا يبارك فيكم، ربنا يرضى عنكم يا رب. يا سلام على الفرحة الجميلة بشربة مية هنية، ويا سلام على كلمة حلوة ودعوة طيبة من قلب الحاجة سعدية. عاملة ايه؟ الحمد لله. كل لحظة وانت طيبة. وانت طيبة. فرحانة قوي كده. الحمد لله، الحمد لله. نشرب بقه مية حيل. نشكر مؤسسة نبض الحياة والعاملين عليها وكل أهل الخير إن هم رجعوا الابتسامة تاني لقرية مشلة وبشربة مية نظيفة، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم، وسقيا الماء دي أعلى الدرجات، وربنا يجعل دار المحسنين عمار زي ما بيقولوا بالعامية، وإحنا مبسوطين، والفرق شاسع قبل وبعد. بنشكر طبعا المهندس راشد خليفة على مساهمته مع مؤسسة نبض الحياة وتبرعه بان هو يجدد لنا المحطه، وربنا يجعله في ميزان حسناته ويبارك له. الحمد لله رب العالمين، حياتهم اتبدلت واتغيرت للاحسن، كانوا دايما بيدعوا ربنا ورافعين اكف الضراع لربنا سبحانه وتعالى ويقولوا اللهم يا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن حال، وربنا استجاب. والنهارده الحمد لله رب العالمين على ارض الواقع اهو يا جماعه، النهارده فرحانين ومبسوطين، كل الناس هنا فرحانه ومبسوطه، كله فرحان ومبسوط، الحاج سمير والحاجه هدى والحاجة سعدية وغيرها وغيرها وغيرها، كله جاي النهاردة جاي في ايده الجيركن عشان يملى كوباية مية الجميلة. اهلا بحضراتكم وسعداء دائما واحنا في الشهر الكريم. نعم. شيخ احمد، ان احنا يكون الخير للغير. نعم. الخير. نعم. للغير. نعم. ومن محطة للتانية والمكان للتاني، ده دليل. نعم. على ان مؤسسة نبض الحياة دايما بتبقى عن كثب، بتبقى بتحاول دايما تنفذ الاحتياج ده بسرعة. نعم. انت حضرتك قلت لي في الفاصل انا عاوزك تكون راجل بيزنس مان. صح؟ ده صحيح. البيزنس مان ده بيفكر في ادق الكلام والتفاصيل. طبعا. لذلك لما تيجي تنظر لأحاديث سيدنا النبي، أنا بقول لك خليك بيزنس مان وأنت بتقرأ أحاديث سيدنا النبي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة احنا في شهر رمضان قال حديث جميل جدا في أجور عظيمة، قال من فطر صائما. هل النبي قال محتاجا صائما محتاجا وقيده، ولا أطلقها مفتوحة؟ مفتوحة. يعني أنا ممكن واحد راجل غني ماشي في الشارع وفطره واخد أجر زيه زي الإنسان المحتاج. أيوة. عشان كده لما اكون ماشي في الشارع او اكون قاعد في المسجد وقت اذان المغرب واحد يديني تمرايه او شويه ميه اخدها واجبر بخاطره، ماشي على الطريق واحد بيعطيك اقف وخد منه واجبر بخاطره واعطي له اجر، لحسن انت مش ما انتش هتتعب في انك تعطي له اجر، فاجبر بخاطره واعطي له اجر، حاجه جايه من بلاش. ده بيزنس مان فكر في كده بسرعه. ده الامر الاول، من فطر صائما سواء غني او فقير وزير او غفير الكل سواسية، من فطر صائما والنبي اطلقها. والقدر قد ايه ولا النبي اطلقها كذلك؟ النبي اطلقها، فلو شربت مية هتاخد فيها اجر على بالظبط اللي قدم وليمة، كل على حسب ايه استطاعته. فانا عاوزك تفكر وتقرأ احاديث النبوة بمنطلق فعلا الربح والتجارة كتاجر. ده الحديث اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من خلاله ممكن ينجيك من عذاب كبير جدا. عشان كده نبض الحياة، انا بقول لكل واحد كده ليه، نبض الحياة الوقت بتعمل حاجة اسمها محطات لتنقية وتحلية ومعالجة المية. ممكن المحطة دي يشرب منها الغني وممكن يشرب منها الفقير والمحتاج، ماش حكر على ناس معينين. فلما نبض الحياة بتروح الواحات البحرية منطقة زي البويطي، المية هناك كلها نسبة الحديد والفوسفات والكبريت عالية جدا، بيتأذى منها الغني طبعا وبيتأذى منها الفقير. فلما والمحطة هيشرب منها كل الناس والمحطة هيشرب منها كل الناس، وخاصة احنا في رمضان
فكل اللي قاعد على مائدة الإفطار في بيته أو خارج بيته هيشرب مية من المحطة اللي منبض الحياة عملتها، فكله هياخد فيه الأجر. وتخيل إنك هتشرب مية، هتفطر مية، مش هتفطر على وليمة، فخدت الأجر كذلك. أنا بفكر من منطلق التجار، أنا عاوز أكون تاجر آخرة زي ما أنا تاجر دنيا وبفكر في كمية الربح اللي أنا أعرف أخده، كذلك أنا بفكر إن أنا كتاجر آخرة. أيوة، أتعامل مع ربنا عز وجل كتاجر، كتاجر شوف من أين يؤكل الكتف، وبحاجات وبأمور قليلة جدا تقدر إنك تعملها تاخد بقى أجر كبير، زي ركعتين في قيام الليل، محطة زي التنقيط وتحليت ومعالجة المياه، مش متكلفة ملايين، أنا على قدر استطاعتي. هي بتتكلف ممكن ربع مليون، بس أنا لو ساهمت فيها بألف بألفين هتاخد أجر كل واحد يشرب منها. شيخ أحمد، أنت اتكلمت قلت إيه؟ ركعتين قيام ليل، شرف المؤمن في قيام الليل. نعم، جميل، ولكن تظل الطاعة يعني تخصك أنت. نعم، الله يفتح عليك، ده جزء آخر. ولكن جميل أن تقوم الليل بركعتين وأن تصل الآخرين بمودة وببذل وبإنفاق. دوائر بتبقى أكثر اتساعا وشمولا. أربط كلام حضرتك، يا ريت أربط كلام حضرتك، إن ربنا عز وجل أصلا تعبدنا بصلاتين، اللي هي بصلاتين، صلاتين. أنت هتفرض علينا صلاة تانية يا مولانا؟ أيوة فعلا والله، صلاة داخل المسجد الولاء، وهي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، صلتك بالله سبحانه وتعالى، اللي هي الصلاة اللي احنا عارفينها كلنا. والصلاة الأخرى ده خارج المسجد، الأولى داخل ايه؟ المسجد. والصلاة الأخرى فين؟ خارج المسجد، وهي صلتك بالآخرين. أيوة، صلتك بالآخرين، انعكاس العبادة في المعاملة. نعم، الله يفتح عليك. وبعدين إقامة الصلاة، كلمة إقامة الصلاة يعني ممكن نفهم منها ما يعني اللي حضرتك قلته دلوقتي. قال سبحانه وتعالى وأقم الصلاة، ولا قال وأد الصلاة؟ وأقم الصلاة. تمام، وفي فرق بين الإقامة والأداء. نعم، الأداء إنك تقوم تجيبها بأركانها وسننها، قمت الله أكبر، تكبيرة الإحرام، جبت الفريضة، جبت الفريضة، قريت الفاتحة، رقعت، رفعت من الركوع، سجدت الجلسة بين السجدتين، السجدة الثانية، والصلاة دي اسمها أداء الصلاة. لو ما انعكستش عليك في حياتك خارج المسجد يبقى أنت أديت فقط، لو انعكست عليك خارج المسجد دي اسمها إقامة الصلاة. ده النقطة المهمة. نعم، أن تقيم هذه الصلاة في حياتك. نعم، أن أثرها يبقى ما بين الجامع والشارع. الله، لذلك ما بين الجامع والشارع. لذلك قال الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة. ليه يا رب؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، والمنكر. فالصلاة دي هتنعكس على جوارحي، على لساني، على عيني، على سمعي، على أرجلي. لذلك يحبك الله عز وجل إن انعكست عليك الصلاة، حينها يقول فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها. يعني أن تكون عبدا ربانيا، تقول لشيء كن فيكون. هنروح للتقرير اللي معانا دلوقتي ونرجع لحضراتكم، خليكم دايما معانا في مؤسسة نبض الحياة في دوائر الخير. مؤسسة نبض الحياة دايما بتجري وسباقة دايما في الخير. لما سمعنا ان اهالينا في البويطي محتاجين محطة تنقية ومعالجة زي اللي عملناها في شبرابيل في مركز السنطة محافظة الغربية، وزي محطة قرية إبيانة مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، وزي محطة قرية العمة في مركز قطور محافظة الغربية، قلنا يا جماعة عنينا حاضر بسرعة، والحمد لله رب العالمين ربنا سخر لهم جمهور مؤسسة نبض الحياة. وجيش جمهور مؤسسة نبض الحياة بإداريين بعلماء بكل من في مؤسسة نبض الحياة جه هنا يشوف المشكلة اللي عندهم ايه. نبض الحياة ما اصبحتش اسم مؤسسة او شعار، نبض الحياة بترسم معاني من الحب، بترسم معاني من الإنسانية، بترسم معاني من الإحساس بقلوب الناس ومشاعر الناس هنا. اللهم لك الحمد، سمعنا كلام كتير النهاردة وشفنا فرحة الناس كتير قوي النهاردة، ولكن الرسالة المهمة اللي أنا بطلبها من حضراتكم، أكتر حاجة سمعتها النهاردة المشكلة هنا اتحلت بنسبة كبيرة جدا في البويطي محافظة الواحات البحرية، لكن القرى والكفور
والنجوع اللي موجودة حوالينا بتعاني من نفس الأزمة اللي كانت بتعاني منها البويطي. عشان كده احنا بنقول احنا في مؤسسة نبض الحياة مكملين في رسالتنا، والدور على حضراتكم. ربنا يبارك فيكم، ونستمر مع بعض إن شاء الله لغاية ما نحقق الاكتفاء زي ما قلنا قبل كده في قطرة مياه نقية مع مؤسسة نبض الحياة. لكل حد ساهم في المحطة دي، ولكل واحد هيساهم معنا في محطات تانية عشان يكون جزء من الحدث ده، حتى لو ما كانش موجود بجسمه فروحه موجودة في المكان، وصدقته وعمله الخير وعمله الصالح موجود في المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبلغه ويبعت له البشريات، اللي من أولها إنه يشوف الفرحة اللي هو كان سبب في رسمتها على وشوش الناس. هي دي السعادة، هو ده السرور اللي بنبغيه في مؤسسة نبض الحياة، وهو ده الأثر الطيب والأثر الجميل، هو ده العظمة كلها والسرور كله اللي بتنشده وبتنشره في كل لحظة مؤسسة نبض الحياة. ما تنساش أن من أراد أن يرضي مولاه فليقدم أخراه على دنياه، وليسعف بصدقة في محطة مياه قلب سيدنا رسول الله، وليتواصل مع نبض الحياة لنكبر معا كل قلب حزن أو انكسر، لأننا نؤمن أننا راحلون وعند الله يبقى الأثر. أهلا بحضراتكم طبعا، وبنرجع ونشوف كذا تقرير وبنشوف كذا مكان والتنوع، وده يعني بيصب في النهاية إلى هذه المصداقية وإلى هذه الشفافية لمؤسسة نبض الحياة. وقد إيه إحنا محتاجين أن يكون عندنا محطات مياه كتير. بالمناسبة سيدنا الدكتور مصطفى العكريش بيقول من شبرابيل مركز الغربية لكفر الزيات مركز البحيرة، وبعد كده البويطي الواحات البحرية. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، نبض الحياة مش مسمعة في كل مكان بمجهوداتها العظيمة، وبشرك بأن نبض الحياة أصبحت لها كلمة مسموعة في دول الاتحاد الأوروبي. ناس أقسم بالله العظيم بيكلموني من النمسا بمجهود ويشيدون بمجهودات نبض الحياة، ومن إيطاليا ومن أمريكا. والله أكثر من أسبوع يعني يتصل علي أناس من خارج مصر بيشيدوا بمجهودات نبض الحياة، وفعلا إن المجهود اللي نبض الحياة بتقوم به على أرض الواقع من إصلاحات في حياة الناس، ده دليل كبير جدا إن نبض الحياة لها شريحة كبيرة جدا وجمهور كبير جدا يثق في نبض الحياة على أرض الواقع. فلما تيجي تتكلم في ملف واحد في حملة من حملات نبض الحياة وتلاقي مسمع في كم محافظة، يبقى نبض الحياة فعلا شغالة على أرض الواقع بطريقة إن بعض الناس ظن إن نبض الحياة عمرها أكتر من 20 سنة. لا، نبض الحياة لسه وليدة منذ يعني عامين على أرض الواقع، كل ده في عامين. والله العظيم في عامين. أما لو نبض الحياة بقت عقدين إن شاء الله إن شاء الله دايما الله. أنا أقول دايما لما بسمع يعني بسمع كلام طيب وجميل كده بقول اللهم أتمها على خير يا رب، اللهم يعني أتمم علينا نعمك يا رب، وما توفيقي إلا بالله. نعم. دايما يعني ونبرأ من حولنا وقوتنا إلى حول الله وقوته. نعم. يعني خليني برضو تعليقك إيه برضو وإنت بتشوف محطة المية اللي بتفيد ناس كتيرة قوي وتطوير العمل عشان ننتقل من فكرة وصلات المية إلى محطات المية أو محطات التنقية أو التحلية. لما كنا بنروح نعمل وصلة مية فبتلاقي كلمة شكر من أهل البيت وسعادة من أهل البيت وكمية فرح منهم موجودة إن النهاردة عندهم عيد، وإنك أرحتهم من كمية معاناة وإن أصبح عندهم حياة صحية آمنة وما عادش خلاص موضوع مية ملوثة وكلام ده كله. ده على مستوى حملة سقي الماء في عدادات المياه أو في الآبار، لكن الأمر والشكل واللون والطعم والريحة بيختلف في محطات تنقية ومعالجة المياه. أنت بتنزل بتدخل السعادة والسرور على قرية كاملة، قرية مش فيها 1000 ولا 500 ولا 1500 ولا 2000 نسمة، فيها أكتر من 17,000 نسمة. مركز البويطي في الواحات البحرية لما رحنا عملنا فيها المحطة، عاوز أقول لحضرتك
ان كان في اقبال كبير جدا من الناس لدرجه ان رئيس الوحده المحليه والشؤون الاجتماعيه ووزاره التضامن الاجتماعي ومسؤولين كبار كانوا موجودين معانا في حفل افتتاح. اسمها ايه؟ حفل افتتاح محطه لتنقيه ومعالجه المياه. وكميه الفرح اللي كانت موجوده على الوجوه بان نبض الحياه نزلت عندهم. نبض الحياه نزلت عندهم. فقالوا ان شاء الله كده. قال رئيس الوحده المحليه هناك قال ان شاء الله نبض الحياه جت هنا عندنا، احنا مستبشرين خير. فكانت حاجه بصراحه مبشره الواحد، وقلت يا رب استخدمنا ولا تستبدلنا. ولما تم الانجاز بقى عرفنا ان فعلا كل واحد في نبض الحياه، حتى لو الناس اللي هم خلف ما وراء الكاميرات، الناس اللي ما بتظهرش، احرف فعلا كل واحد فيكم على صغر من الصغور، كل واحد فيكم على ثغر من الثغور. ان الناس املها ان نبض الحياه تكون موجوده هنا عندهم. ليه؟ لان نبض الحياه موجوده عندهم اكيد مشاكل كتيره جدا في ملفات كتيره جدا هتتحل عندهم، ودي نبض الحياه كالغيث. ما هو حينما تكون في مكان فياتي فيه بالنفع. ما هو نبض الحياه من خلال الساده المتابعين، نبض حياه ليست يعني موظفين. يعني انا قصدي ما وراء الكاميرات لن يتم انجاز اي طبعًا. عمل الا بالتوفيق الالهي، واني ربنا ييسر المتصدقين والمتبرعين ومحب الخير والله والذين يشاركون بكلمه تجبر بدعوه بدعوه وبتجبر الخاطر. خلي بالك ان نبض الحياه، لما اقول كلمه نبض الحياه، سبحه سلسله متصله عباره عن جمهور، شريحه كبيره جدا في الزيل، في الزيل العبد الفقير واخواننا الذين يعملون في المؤسسه. خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع لكم دايما في مؤسسه نبض الحياه، دايما مع بعض في الخير. اهلا بحضراتكم. التقرير اللي جاي كرتونه رمضان، هنشوف تفاصيل كتيرة في التقرير ونرجع لحضراتكم ونشوف قد ايه الفرحة، ونشوف دايما اللي في الكرتونة خير للكل. خليكم دايما معانا. ومن مكان لمكان، النهاردة كاميرا نبض الحياة موجودة في برقين التابعة لمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية. نبض الحياة النهاردة موجودة في حملة ويطعمون الطعام، جاية تكمل فرحتها مع الناس بتوزيع كراتين الخير، وتحديدا في شهر رمضان. يلا مع بعض نشوف على أرض الواقع. احنا واقفين بندي الكرتونة لأهالينا الأكثر والأشد احتياجا، ونفسنا بصراحة ندي كل الناس شنط وكراتين ونملى البيوت كلها فرحة وسعادة. ولكن علشان خاطر احنا بنبقى محكومين بعدد معين من الصدقات والتبرعات، عشان كده بنروح للأكثر والأشد والأولى بالرعاية، وبيبقى معانا ورق موثق كل ده واحتياجهم، الأرامل والأيتام وأصحاب العوز، كل ده احنا بنشتغل عليه. والخير ده احنا ما نقدرش نعمله لوحدنا، لازم يكون في داعم لينا، يكون حد معانا. عشان كده الكرتونه دي نفسنا تكون معانا طول السنه، وحضراتكم الداعمين لينا. والنهارده ما فيش حد مش محتاج الخير ومش محتاج الاجر والثواب، محتاجين انك تتكتب اسامينا في صحائف اعمالنا وعند ربنا سبحانه وتعالى. كانوا يطعمون الطعام، كانوا يكرمون المحتاجين والضعفاء والمساكين. يومكم جميل علينا وعليكم يا رب العالمين، السنة كلها تكون خير وفي صحائف أعمالنا يا رب العالمين. نبض الحياة علشان تحقق أكتر من 30,000 أسرة محتاجة على مستوى الجمهورية، بتتعاون مع المؤسسات اللي هي التابعة للشؤون الاجتماعية اللي هي فعلا أدرى بالعدد الموجود عندها. لكن نبض الحياة مش هتعرف تنزل لكل حالة، زي ما حضراتكم بتشوفهم بتتعاون مع المؤسسات اللي بتملك داتا للي تحتها. ده أقصر طريق لتوثيق الحدث. كل سنة ومكتوب في صحيفة أعمالكم إن أنتوا أطعمتوا الطعام ونشرتوا السلام وأدخلتوا الفرحة والسرور على بيوت وعلى أسر كتيرة جدا. كل سنة وبيوتكم عمرانة بالخير، كل سنة وأنتوا بتدوا، كل سنة وأنتوا بتنفقوا، كل سنة وأنتوا بتبذلوا. إحنا النهاردة متابعين في الأيام بتاعتنا اللي بنوزع فيها الخير اللي كنتوا سبب فيه، اللي خلتونا نيجي هنا في السنبلاوين.
وفي أماكن تانية كتير مكتوب فيها أساميكم إن أنتوا أدخلتوا الفرحة والسرور والسعادة على أسر كتير جدا. جزاكم الله خيرا، ربنا يجعله في موازين حسناتكم وتفرحوا يا رب زي ما فرحتوا هنا. اهلا بحضراتكم دايما معانا في اما بعد، واهلا بحضراتكم دايما معانا في مؤسسه نبض الحياه. كرتونه رمضان شيخ احمد، يمكن انت وانت في بدايه الحلقه كنت بتتكلم بتقول ايه، يا سلام اتقوا الله ولو بشق تمره. نعم، يعني فطر صايم. نعم. ولو بوجبه او نعم. بشويه ميه او كده، وقد ايه ثوابها. نعم. فما بالنا اللي بيسارع في عمل كلاتين. نعم. من خلال المؤسسات، من خلال مؤسسة نبض الحياة مثلا، والكراتين دي بتروح لأسر كتيرة، لا الأسر عارفينه ولا هو عارف الأسر. أنا شايف النهاردة أن من نعم ربنا عز وجل علينا أنا وحضرتك أن ربنا استخدمنا النهاردة في ملفين مهمين جدا. الملف الأول محطة لتنقيط وتحلية ومعالجة المياه، والملف الثاني كرتونة رمضان. الملفين دولا لما تدعو الناس لعمل خير عظيم يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إن العمل ده قليل منه تأخذ به أجر 30 يوم، كأنك فطرت واحد صايم 30 يوم. الملفين دول النهاردة إن احنا بنناقشهم فعلا ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا، إن النهاردة بس ناس تسمعنا وتبتدي تترجم كلامنا على أرض الواقع عملي، فيشارك النهاردة في جزء من محطة لتنقيط ومعالجة المياه، فيفطر من المحطة دي 30 يوم الصائمين، فيشارك في كرتونة رمضان فيفطر منها أسرة كاملة كم يوم، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى علينا احنا وعلى كل واحد شايفنا النهاردة. انك النهاردة تعرف تجيب جون بسرعة، انا بقول كده، هات جون بسرعة على طول. ازاي؟ شارك في محطة تنقيط وتنقيط المياه، شوف الأجور اللي هتاخدها قد إيه، شارك في كرتونة رمضان، شوف كم واحد هياكل منها على كم يوم. يبقى أنت مش جبت جون، ده أنت جبت نزلت أرض الملعب، خلصت المباراة على طول. يعني خليني أنتقل من كلمة الجون اللطيفة جدا إلى كلمة الفائز. نعم. يعني ممكن تجيب جون وتتعادل. لا أنا عايز تبقى فائز. خلصت المباراة من أول دقيقة. من الفائزين. الله. يعني أن تكون من الفائزين. نعم. نعم. يعني فائز. نعم. تخرج من هذا السباق فائزا. أنا عجبني أحد العلماء لما جي يشرح سورة القدر. قال كلمة جميلة قوي، قال هذه السورة تتحدث عن عبادة العلماء وكيف تصل إلى الله سريعا قبل العباد، وبدأ يشرح السورة من طريقة تانية، إن في فرق بين العالم العابد والعابد الذي ليس بعالم. العابد العالم، العالم ليه؟ العابد العالم في وقت معين يقول ذكر معين فياخد عليه حسنات كتيرة جدا، في حين ان العابد الذي ليس بعالم ممكن يفضل على ذكر معين او طاعة معينة في وقت معين فلا تجلب اليه الخير مثل الاخر. على سبيل المثال معايا 10 جنيه، اعطتها لحد صرفها مباشرة وانتهى، فدي اسمها صدقة عادية. 10 جنيه، نفس العشر جنيه حطيتها في صدقة جارية، ولا أقلل أبدا، مهم جدا قبل ما ننتقل للنقطة الأخرى، لا أقلل أبدا من قيمة الصدقة أبدا. فالصدقة التي تقع في يد المحتاج في وقتها من الممكن أن تكون سبب في نجاة الإنسان. لكن أنا بقول عاوز مش إحنا قلنا في بداية الحلقة عاوزك تكون بيزنس مان. بيزنس مان عشان يخطو خطوة هتجيب لي قد إيه؟ أنا النهاردة أنت بتقول لي تعالى اقعد معايا، أنا دايما أقول كده، الراجل الغني أغلى حاجة عنده إيه؟ الوقت ولا الجنيه؟ الوقت. الغني ما تقولوش لو البيزنس مان أو الراجل عنده أغلى حاجة الوقت. الوقت عشان قد أيوة. يعني ما تجيش تقول له ربما الغني ما بيكون ما بيشتغلش مثلا، عنده ميراث، فالوقت عنده ليس له. أيوة راجل يعني أعمال. أيوة ماشي، نتكلم في دقة الأمور يا شيخ أحمد، يعني في لحظة من اللحظات لابد أن تضع الأمور في نصابها. بيزنس مان. نعم. مدير. نعم. ده الوقت، ما هو إدارة وقت، رأس ماله مش المال. لا مش المال، الوقت. الوقت الوقت. أيوة. لكن الإنسان الفقير
الجنيه ولا الوقت؟ لا انا قعدنا معاك 10 ساعات بس اديني في الاخر 5 جنيه صح. فالانسان يقدم اغلى ما عنده، الغني اغلى ما عنده وقته، الفقير اغلى ما عنده الفلوس، ده تصل الله سريعا. فمهم جدا انك تعرف الخطوه اللي انا هخطيها دلوقتي هتجيب لي قد ايه. في محطه تنقيه الميه الخطوه لا هتجيب لي كتير، في كرتونه رمضان لا الخطوه هتجيب لي كتير. ازازه الكرتونه دي فيها ايه؟ 2 كيلو سكر، 2 كيلو زيت، انا اسف 2 كيلو سكر، 2 كيلو رز، 2 كيلو مكرونه، زجاجه زيت، علبه سمنه 700 جرام، علبه بلح، خل، ملح، كل ده موجود في كرتونه. ام من امهاتنا لما تكون واقفه في المطبخ هتستخدم الكرتونه دي قول 7 ايام، لو الاسره كبيره اكتر من 5 اشخاص ممكن تاخد لها في 4 ايام، وفي حاجات ممكن تكمل معاها لغايه اخر الاسبوع. طب الاسره فيها 5 اشخاص 4 ايام ب 20 يوم صيام، انا الخطوه دي هتجيب لي اجر 20 واحد. اجر كام؟ 20. ما انا دلوقتي تاجر وعاوز كل خطوه انا هخطوها اعرف انا بعمل ايه. عبادة العلماء هي دي بقى. ليلة قدر كم ساعة؟ 6 ساعات. هتفرق معاه قد ايه؟ فك اكتر او خير، خير مش اكتر، كلمة اكتر وخير في فرق بين الكلمتين، خير من 84 سنة عبادة. لا تستحق ان انا اقعد لها، تستحق ان انا اقعد العشر ليالي ما اسيبهمش، العشر ليالي في العشر ليالي عبادة. يبقى انا اعرف الخطوة اللي انا هخطيها هتجيب لي قد ايه من المردود. كرتونة زي كرتونة الخير اللي بتدعو اليها نبض الحياه ثمنها 300 جنيه، 300 جنيه هتجيب لي اجر 20 واحد صايم؟ لا ده انا ادفعهم بسرعه. يا سلام لو 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 يعني، وهذا يعني ليس بكثير على اهل الخير. نعم. انهم يساعدونا لدرجه ان احنا نوزع كراتين على طول في شهر رمضان، عشان يعني كلنا محتاجين، كلنا محتاجين للثواب، كلنا محتاجين للخير، فخلونا دايما في دوائر الخير مجتمعين. بشكر الشيخ احمد السوري من ابناء الازهر الشريف، وبشكرك دائما على هذه اللمحات الخاصه بيك، ودائما نلتقي على هذا الخير، ودائما 15740 هو الخط الساخن ووسائل التواصل مع مؤسسه نبض الحياه على مدار الساعه. دمتم في رعايه الله وامنه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.